اليوم مثل ما قلت لكم راح نجرب نحل السوجيدك زمان. البارتيل كانت مخصصه للاكسس. بالامتحان راح يجيكم ثلاثه بارتي. بس الامتحان بارتي عن الوورد، بارتي عن الاكسل، وبارتي عن الاكسس. هاي البارتي هلا تبع الاكسس عليها 30 علامه. دونك اسئله منوش صعبين، ولكن بده يكون الواحد مشتغل عليهم قبل يقدر يعملهم بنص ساعه. ماشي، جاهزين لننطلق؟ يلا راح بلش انا اعمل لكم ريزوليشن لحتى تشوفوا كيف لازم تشتغلوا. اول شيء الفو اوفرير لبازل روني فينال اكسس 2019. فتحناه نحن للفايل، هذا هو الفايل فينال اكسس 2019. عندي بليزيور تاب دون. هلا راح اشوف شو الاسئله اللي مطلوبه مني. اول سؤال سوبريمي لا تابل اوكيباسيون، تاب الاوكيباسيون. هي سؤال لازم الكل يرد عليه وياخذ عليه علامه. شو بتكلف الواحد يجي على تاب الاوكيباسيون يعمل رايت كليك زر اليمين للسوري تفتح منيو. هالمنيو فيها كوبي كات ديليت رينيم اوبن كلهم هاودي في يطبقهم. يعني مثلا على بكره يمكن يجي سؤال رينومي رينومي لتاب، دونك بيجي لحد رينومي هوني وبعمل بعطي الاسم. بس هلا مطلوب مني ديليت، ديليت ولا دغري بيعطيني هوني سير بدك تطير الانفورماسيون كلها. اوكي يس ولا راح التاب الاوكيباسيون. على بكره بس اجي لاصلح الامتحان بتطلع في موجود عندي تاب الاوكيباسيون، اذا مش موجود بياخذ العالم، اذا موجود معناتها منوش عارف كيف يقدر يشيلوا لهالتاب الاوكيباسيون. طيب على طول الاسئله بتكون بطريقتين. طيب عندنا هلا اول سؤال سوبريمي لتاب الاوكيباسيون، راح تشوفوا بالمقابل في عندنا سؤال ثاني كرياسيون، اعملوا كرياسيون لتاب. دونك هاي وهي هاودي مثل بعضهم تقريبا. واحد بدنا نعمل له كرياسيون ليصير موجود، والثاني اذا مش بحاجه له بعمل له سوبريسيون. طيب موديفي لي تيب دو شون genre dans la table salariée ont une liste de choix lookup visual contenant uniquement M comme mâle et F comme femelle. Donc voilà, on va à la table salariée. Où est la table salariée? On ouvre la table salariée. On fait un double clic sur le hayal objet, on ouvre. On va sur la genre, l'ahmo. هوني انا رجع عامله، يعني بدي انا يصير عندي هالشون بشكل انه اكتبه سهل الفيش يعطيني يا اف يا ام، واقدر اختار انا الشيء اللي بدي اياه. اوكي؟ ولا هاي بصير نحن بدنا نجرب نعمل بهالطريقه هي. طيب لحتى اقدر انا اعمله هذا الكولون، اول شيء راح نروح على ديزاين فيو و بيجي على هالتابل اللي هون الشون، بعمل له ديليت، بعمل له سيلكسيون ديليت لحتى شيله نهائيا. ولا شلته هاي، اذا بدي غير اي شون بدي بدل بيجي لهون على الديزاين فيو وبدل. برجع على الداتا شيت فيو بعمل لي زي الفيجيتاسيون. لاحظتوا هلا شو بعد في عندي الشون اللي اسمه جون عاش موجود. اوكي هلا كيف بدنا نزيد شون عليه؟ بنرجع لهون على تاب ديزاين فيو وبنجي بنقول له هلا بدنا نزيد مثلا جون. هسه في يزيدوا انا هون؟ والله لا. هات نشوف ورا البرينو انسر ترو ولا راح يزيدوا هون بعد النو دغري جون سميه جون تبعه. بما انه انا بدي اعمله ليست دو شوا بنزل على اللوك اب فيزار
وبيجي لهون على اللوبات ولا لسه عم يطلب مني بدك تعمل هاي الليست دو شوا من خلال تابل اترافير ان تابل وكويري او اي وايل تايب ان ذا فاليوز ذات اي وونت او انا بدي ادخلهم لهودي الشوا بختار الثاني لانه فيش عندي غير اثنين شوا بدي ادخلهم. الخطوه الثانيه بدي ادخلهم شو هن؟ عم يقول لي دخل لي ام وبعدين اف ولا في غير هودي اثنين شوا يا مال يا فيميل وبعدين بروح على الخطوه اللي بعدها نكست. بس انا عاطي اسم الشون حاطه انا جوندر مش بحاجه اقول اكتبه بدي غيره في غيره هون دونك وبعمل ليميت تو ليست لحتى اليوتيليزاتور ما يقدر يختار او يدخل شيء ثاني من برات الام او الاف. ايه سيفيني ولا صار عندي هلا ليست دو شوا بتطلع هون على اللوك اب صح كتب لي انه في ام ام واف هودي هون وبعدين الو فاليو ليست اديت دونك من خلال فاليو ليست كومبو بوك بسويه هون. واذا انا بدي اعمل هلا غير بالسايز بدل ما ياخذ السايز 255 كاركتر يحجز 255 كاركتر وانا فعليا مش بدخل الا كاركتر وحده اوبسان هون اذا بدي لحتى خفف حجم التابل وبعدين ولا هاي التابل سالاريه مش الحال نرجع على الداتا شيت فيو اعمل موديفيكاسيون للموديفيكاسيون سيف ولا صار في عندي هلا شو شون اسمه جوندر. اذا بقبض جوات اي مكان هون شو بعمل لاحظ انه اعطاني اللي بدي شو اللي عملته انا الام او الاف ولا بختار الشيء اللي بدي اياه. هون في عندي سب داتا شيت هيته رح شيل لهي السب داتا شيت من هون ولا هلا بنشوف كيف نقعد نشتغل عليها نو اوكي طيب اذا جينا هلا بدنا ندخل هون ام او اف ولا وهي هون ام وهي ام وفينا ندخل مطرح بدنا ما عادش بحاجه الواحد يستخدم الكيبورد لحتى يدخل الفالورات اللي هو بده اياها ماشي. وهي اهميه الليست دو شوا انه بنخفف سيزي على اليوتيليزاتور يدخل الاشياء على شو على الكيبورد. دونك صار في عندي ليست دو شوا وشفنا هلا من شوي كيف نقدر نعمل شو سيبريسيون للليست دو شوا. يعني اذا كان في عندي انا شون وعامله ليست دو شوا وبدي غيره في غيره بهالطريقه هذه او اعمل له سيبريسيون الغيه كليا في محي الشون كله وعود اعمل الشون من اول وجديد اعطيه الاسم والتيب تبعه واشتغل على هالاسم. طيب السؤال اللي بعده تروى سوبريمي لا ريلاسيون انتر لا تابل اوفيس اي تابل فيل والسؤال المقابل له اتابلي لا ريلاسيون انتر لا تابل سالاريي اي لا تابل اشيا اترافير لو شون امبلويي ان ابليكون لا ريغل دانتيغريتي ريفيرونسييل. دونك سؤالين هودي سوبريمي واتابلي لا ريلاسيون هاو على طول موجودين عندكم بالاسئله انه كثير مهمين نقدر نعرف كيف نعمل تابل الريلاسيون انتر لي تابل دونك تابل اوفيس وتابل بيل. بنروح على الداتا بيز تول بنكبس على الريليشن شيب بيعطيني كل الريلاسيون. دونك انا بدي هلا طيب الشيء اللي طالبه مني هو التابل اوفيس والتابل بيل ونحن هلا شايلينهم هون شلناهم امبارح كنا عم نعطي للحصه اللي قبلكم. هلا رح نشوف انه لا نقدر نعمل هلا لنقدر نعمل هلا ريلاسيون نجي ناخذ كود فيل هون كود فيل هون زر شمال السوري بحمله على نفس الشون موجود هون ولا بيعطيني تحت اسم نوع الريلاسيون 1 تو 1 1 تو 1 نعمل كريشن ولا حسب الامتحان راح يكون موجود عندكم هذا الشكل هذا لحتى نقدر نشيله شو بنعمل هلا؟ بنجيبه بوينتر عليه
رايت كليك على الريلاسيون وبيعطيني هلا يا اديت يا ديليت دونك انا بدي اعمل لها سوبريسيون هيدي سوبريسيون ولا بيرمانون راحت الريلاسيون ولحتى ارجعها شغله سهله قلنا بنكبس على الشون اللي بدي اياه وبناخذه على نفس الاسم الشون موجود بالتعب الثاني بصير في عندي ريلاسيون هسه لو عاود اعملها مره ثانيه لهي الكل انتبه لها بس يكون التيب دي ريلاسيون ريليشن شيب تايب 1 تو 1 ما بنكبس على هاي الريفرنس انفورس ريفرنسيال انتجريتي اي بس بحال 1 تو ماني ان ا بليزيور بس هوني ما بنكبس عليها دون اتونسيون هيدي ما بنعملها فوالا دونك شو عملنا هلا عملنا سوبريسيون هلا عبلور اتابلي لا ريلاسيون اونتر تابل سالاريي اي تابل اشياء تابل سالاريي اي تابل اشياء موجوده هون راح محيها ولا ديليت عود اعملها لهذه الريلاسيون مره ثانيه بون ليش مش عم يعمل لي اياها لانه ديجا انا التابل سالاريي هون فاتحه انا مجرد فاتحه للتابل سالاريي ما بيقدر يعمل لي سوبريسيون للريلاسيون ولا سكرته هلا للتابل سالاريي بيجي لهون رايت كليك عليها ديليت اوكي راحت الريلاسيون طيب لا اعمل ريلاسيون الشيء اللي طالب مني هو اعمل ريلاسيون طيب يمكن انا وقت اللي كنت عم بعمل ريلاسيون مش موجودين هالتابل هوني رح انا اخفيهم هلا هودي هذا التابل وهي التابل مش موجودين كيف بدي اعمل لهم ريلاسيون بدي اعمل شو تيبل واختار تابل اشياء والتابل سالاريي ولا او اياهم صاروا عندي هون ولا لا او هي التابل اشياء والتابل سالاريي اللي انا بدي اياهم ولا نتأكد منهم تابل سالاريي تابل اشياء وعبر لي اترافير امبلويي اي دي بيجي لهون امبلويي اي دي هذا هو وهي امبلويي اي دي بحمل هذا اللي هون وبجيبه بحمل هذا اللي هون وبجيبه على نفس الشان الموجود بالتابل الثاني وبشيل اصبعي على البوتون جوش بيعطيني هون بحط لي نوع الريلاسيون هي 1 تو ماني ان بليزيور ساعتها هلا بكبس على الراجل انتجريتي ريفرنسيال انفورس ريفرنسيال انتجريتي لحتى يعمل لي نوع من كنترول ديسيزي بعمل له كريت ولا صارت موجود الا ريلاسيون ا بليزيور اوكي اذا ما كانش مكتوب شيء مثل هون بس عملنا ريلاسيون بيكون ان تو ان ماشي الحال دونك خلصنا من الريلاسيون بنسكر لهي الريلاسيون اوكي وبنرجع على نشوف شو السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عم بيقول لي اعمل لي كرياسيون للتابل دونك هي لازم الكل يعرف يعمل كرياسيون للتابل انه هي اهم شغله وين بدي اخزن الدوني تبعي انا بشوف خزن الدوني بالباز الدوني في غير بتابل دونك لحتى اعمل كرياسيون للتابل اول شغله لازم اروح على المود كرياسيون واكتب اسم الشان والتيب دي دوني تبعه اسم الشان والتيب دي دوني اسم الشان والتيب دي دوني وإذا في عندي شي شون هو كلي بريمير لازم حددو كلي بريمير عم بيقول لي هيد تابل عنده هاو ثلاثة شون وعنده هالداتا تايب بهالشكل هذا وبدنا ندخلهم وآخر شي دخل لي هالانريستريمون أول واحد أ سيليباتير و 79000 التو دونك بدي أعمل كرياسيون ودخل دوني جوات هذا التابل دونك بنروح على وبدنا نسمي شو تابل أسيرونس ولا راح نروح على الاكسس نطلع في عندي انا تابل اسيرونس هون ولا بفتحوا للتابل اسيرونس لشوف شو فيه ولا هي هو التابل اللي بدي اعمله بس انا بدي اتعلم كيف اعمله لهالتابل راح سكره هلا لهذا واعمل له ديليت رايت كليك وقول له ديليت ولا نحينا طيب هلا لنعمل كرياسيون بنروح على المنيو كريت وبنقول له هلا اعمل لي كرياسيون لتابل ديزاين طيب اول شيء شو بدي انا احطه للشون اللي انا طالبه مني عم بيقول لي حط لي ريفرنس ريجيم يلا نكتب ريفرنس ريجيم وبعدين التيب دي دوني تبعه حسب ما قايل لي هون هي شورت تكست اوكي بعدين تكتب ريجيم شورت تكست
نجي هون ديب ريجيم كمان شورت تاجز، واخر شيء بده التو، الشغل اللي اسمه تو. بينما التو بننتبه انه حاطط لي اياه شو التو، هي كرنسي، ومثل ما حاطط هون بالايرو بدي اياها. ولا دونك هلا بنرجع لهون على بنختار هلا هون مش شورت تاكس، بنختار كرنسي بالبروبريتي للشان فيلد بروبريتيز، بيجي لهون على كرنسي في الفلاش اللي هون بكبس عليه اعطاني ليست دو شوا، بختار انا الايرو اللي هو طالبه مني انا، واذا طالب في عندي شي فالور بار ديفو زيرو مثلا، او اي اللي يحط لي فالور بار ديفو 50 دولار بار اكزامبل، بنحط الفالور اللي بدنا اياه هون. هسه بيضل في عنا اول شان، اول شان عم بيقول لي بدك تحط له هاي الكلي، كلي بريمير. شو اهميه الكلي بريمير او برايمري كي؟ انه هذا الشان، هذا السطر اللي هلا بده يصير بالتابل، ممنوع يكون عندي نفس الفالور على سطرين، لحتى اقدر اعمل ديفرنسياسيون بين الريكورد او الشون. ولا برجع لهون على الاكسس، هسه على هذا الشون اسمه ريجيم ريفرنس ريجيم، بكبس على البرايمري كي. ولا بس ابوس على البرايمري كي شفتوا اعطاني علامه الكلي هون، ولا صار هذا برايمري كي، يعني ممنوع هذا هسه. بس اجي للفيو داتا شيت فيو، ولا بدي عم يطلب مني الاسم، دونك الاسم اللي انا اللي بدي اياه رح سميه تابل اسيرونس، تي بي ال اسيرونس، ولا طلع تابل اسيرونس. دونك اول شان اللي اسمه ريفرنس ريجيم رح شوف هلا، رح دخل مثلا اللي طلبوا مني، رح دخل واخر شيء هون اعطيني فالير بار ديفو 50، بس هو عم بيقول لي حط لي 79 انا بكتب 79 وبعمل انتر. ولا اذا جيت هلا لدخل هون وروح على المحل الثاني واكتب حي الله شغله والفالير اللي بدي اياه، بمجرد ما اعمل انتر راح يعطيني شو مساج عم بيقول لي هون the changes you request to the table were not successfully، عم بيقول لي ما تمت هذه الشغله الاوبراسيون زدت ريكورد because they would create duplicate values، هتعمل duplication، يعني عم بتعود تنزل نفس الانفورماسيون مرة تانية. ليه؟ لأنه عندك هون في عندك primary key، primary key هي هون، يعني ممنوع دخل أنا يكون عندي سطرين هلا بالتابل أسيرونس عندهم نفس الريفرنس، لأنه عم بقول له أنا بدي أعتمد على هذا الشون فور ديفرنسيال لحتى يصير أعمل فرق بين أول سطر والثاني والثالث والرابع اللي هن اللي بالنسبة إلي هن الانريستمون أو الريكورد. وبهالحالة ما في أنا دخل ويقبل لي إياها، لأنه عم بيقول لي هاي ديجا الانفورماسيون دخلتها، خلينا ندخل بيه ونشوف شو بيصير. البيه خلاص مش الحال بيقبلها. ولا مثل هذا يعني عندكم هون، بس حط أنا الشون هو برايمري كي، هو مثل النيورو ديستيديون تبعكم. هل ممكن أنا يكون في عندي اثنين ديستيديون عطيهم نفس الرقم؟ مستحيل، بس ممكن يكون عندهم نفس النو ونفس البرينو. بس النو والبرينو مش مشكلة، بس أنا كيف بعرف عن هذا السطر؟ بدي أعطيه شيء يميزه عن بقية الانريجسترمون أو الريكورد، فبعمله برايمري كي. ولا دونك صار عندي هلأ هذا التابل. دونك تعلمنا كيف نعمل سوبرسيون للتابل، تعلمنا كيف نعمل كرياسيون للتابل، بنحدد شو هن الشان وشو التيب دي دوني تبعهم، وبعدين المرحلة الثانية بنصير ندخل الدوني. هسه اللي بيدخل شان ريكورد في داخل بليزيور ريكورد سبقتها لميم شغل، بدها شوية وقت. ولا دونك اجوتي على سوفي دي دوني سب داتا شيت دون لا تابل فاكتور اون شوازيسون لا تابل ارتيكل كوم لا تابل فورنيسون لي دوني ا افيشي. يعني انا وجوات التابل فاكتور بدي اعرف انا شو هن الارتيكل انا اللي طالبهم بالنسبه لريفرنس محدد لفاكتور محدده. وبد ما اروح على التابل ارتيكل وافتح هذا التابل وشوف شو هن من جوات التابل فاكتور، فيي اقدر اعمل افيشات للارتيكل الموجودين بهيدي الفاكتور. دونك هيك بقلل علي الالير وتور بين اثنين تابل. دونك بقدر اعمل جوات التابل فاكتور افيشاج لشو؟ لا معلومات جاي منين؟ من التابل ارتيكل. بنروح على التابل فاكتور، دونك راح نسكره لهذا
الأسيرانس ما عادش بحاجة إله. تاب الفاكتور وين هي الفاكتور؟ هاي الفاكتور دبل كليك ولا دك ديجا أنا عاملها امبارح كنا عاملينها. إذا بنكبس هون الفاكتور نمرو أن بتطلع شو الفاكتور نمرو أن، شو ريفرنس دي فوندور، شو الكونتيتي اللي طلبها. دونك هودي موجودين بالتاب الأرتيكل. لحتى ما أروح على تاب الأرتيكل وأفتحها، دونك أنا موجود هون في أعمل هذا الشغلة، بقدر أعرف كل فاكتور شو هي، شو هن الأرتيكل الموجودين جواتها. ولا كيف بدي شيلها لهيدي؟ سب داتا شيت بيجي على الجروب اللي اسمه ريكورد مور سب داتا شيت، بعمل ريموف. ولا رح اعمل لكم اثنين اوبيراسيون اثنيناتهم. دونك هلا ما عادش في علامه البلوس الموجوده كانت هون. دونك هو طالب مني هلا اعمل سب داتا شيت، بيجي على المور الموجوده هون بلوس، شو في عندي بعد غير هودي، وبقول له سب داتا شيت. ولا بس هلا بده يطلب مني منين بدي اجيب لك الدوني بهالسب داتا شيت. وبدي اقول له انا روح على التابل، حدد له شو هو التابل اللي بجيب منه الانفورماسيون. دونك انا بدي التابل ارتيكل. ولا بس عملت هاي دونك اعطتني علامه البلوس، معناتها انا عملتها. يعني على بكره بس صلح الامتحان انا اذا طالب انا اعمل لي سب داتا شيت في البلوس، اذا ما في بلوس يعني مش عاملها. واذا كان في عندي سب داتا شيت ومطلوب هلا شيلها لهالسب داتا شيت، شو بعمل؟ برجع لهون بفتح التاب مثل ما هلا فاتح هون، وبيجي على المور، ومثل ما قلنا سب داتا شيت، وبختار شو؟ ريموف. ساعتها بتطير البلوس. ولا راحت البلوس ما عادش موجوده. واذا بدي ادخلها هلا بنقعد نعملها مره اخيره سب داتا شيت، بدي اختار التاب اللي بجيب منه المعلومات، ولا صارت موجوده بهالشكل. كلهم هذول نحن عاملينهم بالتبقيه، وعلى بكره بالامتحان راح يجي هول الاسئله. يعني شو بدنا نجيب اسئله غير هول يعني؟ ونزيتهم. طيب هلا عم بيقول لي اعمل لي كرياسيون للفورمولير. طيب بنفس الوقت اذا اجى سؤال شو اهميه الفورمولير؟ لشو بستخدم الفورمولير؟ لازم نعرفها. قلنا الفورمولير سيبرميت دافيشي شو؟ ان سيل اون ريسيرمون، يعني سطر واحد من التابل. وممكن استخدم الفورمولير لاقدر اغير شون او بليزيير شون بالنسبه لهال اون ريسيرمون او ريكورد. او فيي انا اضيف اون ريسيرمون كامل على التابل. دونك عم بيقول لي اعمل لي فورم للبرودوي. ولا وسمي لي اياه فورم برودوي. دونك راح نروح على التابل، راح نسكره لهالتابل للبرودوي، وراح نروح نقول له اعمل لي كرياسيون لفورم. هاي الفورم انستونتاني. دونك الفورم انستونتاني بيعطيني كل الشون الموجودين بالتابل. شو اللي يعطيني اياها على الله؟ ولا اعطاني كل الشون الموجودين هون بالتابل برودوي. هلا بدي اعطي اسم لاسمه، بدل ما اخليه تابل برودوي تي بي ال، رايت كليك عليها بعمل سيف، وبعطي الاسم اللي انا بدي احطه. بما انه هو ريبورت لازم يبلش بشو؟ فورم. دخل FRM وبرودوي اسم التابل. ولا اوكي صار عنده شو؟ اسم فورم، وهي الفورمولير بين اسمه موجود هون. هسه هاي المساج اللي عم يبين عندي انا فوق هون، في انا غيره بدل ما يضل تي بي ال، يحط فورم فورم دي برودوي. ولا بكبوس حيا الله مطرح ثاني لحتى دونك الفورم صار جاهز. في سكره هلا لحتى الموديفيكاسيون تكون ثابته. بفتحه مره ثانيه للفورم لحتى يصير في استخدمه. ولا شفتوا عم بعمل افيشاج هلا لاول انريستريمون، بدي روح على ثاني انريستريمون بروح على الثالث على الرابع، بدي روح على اخر انريستريمون بدي ارجع للاول. ولا دونك فينا نعمل افيشاج بهالشكل. في غير مثلا هلا هذا الشون بدل ما يكون 3400 بعمله 3300، وبروح على الشون اللي بعده وكذا ريفرنس فوندور زيرو فيلو، بروح للاخير برجع هلا لشوفه بعده فيلو وينه هيل فيلو صار 300. يعني قدرت غير انا شو شون، في غير اثنين ثلاثه قد ما بدي. وفي اذا بدي هلا شو اعمل انا؟ اذا بدي اعمل ريفرنس لبرودوي في يضيف واحد من هون
وهذا البرودوي اللي ضفته انا هلا بيصير موجود بالتاب البرودوي. دونك اهميه الفورم انه في اعملها بهالشكل. هسه هاي الفورم انستنتاني يطلع لي كل الشون، بس يمكن على بكره يجي بالامتحان اعمل لي فورم وحط لي فيه شو؟ حط لي فيه بس شو؟ اثنين او ثلاثه شون اللي بدي اياهم انا. ولا ماشي الحال؟ نخو شفناهم كمان بالتبيات. السؤال اللي بعده، اعمل لي تابل ريبورت للتابل اوفيس ولا وسمي لي ريبورت اوفيس. ها بدي يعطيني هالشكل المعلومات المتواجدة بالتابل اوفيس. اكسيت ريسامبل نفس الشيء بيجي على التابل اوفيس. وين هو التابل اوفيس؟ هذا هو، بعمل له سيليكسيون اكريت فور كريي، وبدي اعمل كرياسيون لريبورت انستنتاني. بدي كل الشون يبينوا ولا هاو يون الشون كلهم سوا. اعطاني نفس الشيء رايت كليك على التابل حتى ما يضل اسمه تابل، نسميه ريبورت، بحط الاسم تبعه ببلش ب ار بير تي ومنقول له اوكي صار اسمه هاي. نفس الشيء هون دبل كليك على هاي لحتى بدل ما يضل تي بي ال هوم تاب، بقول ريبورت او ريبورت دولا تاب اوفيس. ولا صار جاهز، بسكره لحتى يصير موجود ياخذ كل الموديفيكاسيون اللي عملتها، وبقول بفتحه مره ثانيه لحتى اشوف انه اعطاني فعليا شو المعلومات المتواجده بالذكرى. ولا وهذا السؤال عن الريبورت خلصناه. نجي هلا على البارتي المهمه، هودي الاشياء اللي عملناهم لحد هسه او اشياء دباز اساسيات، بس لازم تاخذوا كل علامه كامله عليهم، هودي الريبورت والفورم وكيف تعملوا رينيم وديليت وكرياسيون. هلا بنجي للاكسبلوراسيون للباز دوني. عم بيقول لي اعمل لي كويري وسمي لي اياه بهالشكل هذا. دونك بدنا نلتزم نحن بالتسميه لحتى نشوف انه اذا في شيء نحن نعطيكم اياه ما بتعرفوش تنفذوه معناتها في شيء ناقص عندكم. شو بدي اعمل هالكويري؟ بيرميتون دافيشي لي نو لي برينو دي توت لي سالاريي بار اورد الفابيتيك كروسون بارابور او اس اكس. فام فيميل او مال دي سالاريي، يعني بدي اروح على التابل سالاريي انا وبدي اعمل افيشاج لشو؟ للنو والبرينو. بس هيها واعطيه هذا الاسم وبدي اعمل شو؟ بدي اعمل تري اسوندون. بيجي على التابل سالاريي كليك هذا اياه، لنفتحه للتابل سالاريي لنشوف شو فيه. ولا هي التابل سالاريي شفني هلا من شوي اعطيناه الجوندر اللي حطيناه هون حولناه لليست دو شوا. دونك في عندي عدة شون 1 2 3 4 5 6 7 8. انا عم بيقول لي طلع لي هلا بس النو والبرينو او يهون، واعمل لي هلا تري بالنسبه لشو؟ للجوندر للسكس. حط لي الفام تو دبل. دونك بيجي بعمل كرياسيون تري، بقول له بدي اعمل هلا تري لكويري كويري ديزاين. شو هو التابل اللي انا بدي اشتغل عليه؟ والتابل سالاري دبل كليك صار موجود عندي هون. بكبر هيدي شوي لشوف كل الشون. شو الشون اللي بدي اياه هون؟ بدي اول شيء النو، وبدي شو؟ البرينو. ولا صار عندي النو والبرينو، هودي اياهم اللي بدي اياهم انا. وراح احط هلا الجوندر حدهم لحتى اشوف شو بدي يطلع. دونك اول مرحله بدخل الشون، بعمل لهم افيشاج، بقول له اعمل لي اكزيكسيون لهي لشوف النتيجه طلعت مزبوطه ولا لا، انه هذا الكويري صار مزبوط ولا. اعطاني النو والبرينو والجوندر. هسه هلا المرحله الثانيه عم بيقول لي هو اعمل لي افيشاج ولكن بارابور اشو؟ الفابيت بارابور اس اكس. برجع لهون على تاب وبقول له هلا اعمل لي هلا هون سورت بالنسبه لشو؟ اسوندون بالنسبه للجوندر. هسه بدي اعمل لها افيشاج، في خليها افيشي، وبدي شيلها في شيلها كمان، وبعمل اكزيكسيون اعطاني اياهم بهالشكل. دونك اعتبر اول شيء هودي اف وبعدين الام. ماشي؟ دونك صار عندي هذا الكويري. الكويري هلا لازم اعطيه اسم انا، رايت كليك عليه
وشو لازم نسميه؟ اعطوا لي كويري ببلش بكنترول بكيو ار اي جريج كويري نون برينون سالاريي ا تو زد، ونقول له اوكي صار عندي هي الكويري موجود عندي هون، وبين اسمه عندي هون، وفي يسكروا لهي الكويري وفي يسكر التابل سالاريي ولا. هلا هي الكويري اذا بدي اقعد استخدمه مره ثانيه بكفي اعمل دبل كليك على هي الاوبجي بيفتح لي وبشوفه، وبدي اغير فيه في يغير فيه هلا مثل ما بدي هون، مثل ما عملنا بدي شيل علامه الافيشاج للجون مش بحاجه الى ولا، بعطي النو والبرينو، ولكن بالنسبه لشو لا هيك شو حاطط له اسمه انا، معقوله حاطط له اسمه اوفيس، هات نسميه ابدل ولا اوكي يلا راح نسكره سيف. السؤال اللي بعده كريي ان كويري نومي كويري نو برينون سالاريي بيرميتون دافيشي لي نو لي برينون اي لي سالير، مثل هي تقريبا بس زدنا على السالير دي تو لي سالاريي دون لي برينون كومونس بار لا لتر ام، بدي البرينون يبلش بالام، دون لي سالير سونت انفيريير ا 35000 ولا. نرجع مثل ما عملنا اول كويري نرجع تاني كويري هلا بالنسبه للتابل سالاريي كرياسيون كويري ديزاير، بدي التابل سالاريي لحتى اشتغل عليه كلوز، وبنقي هلا بدو النو والبرينو والسالير ولا. اول مرحله بنقيهم هاي بعمل اكزيكسيون لشوف النتيجه ولا، طلع لي النتيجه. هلا برجع مره ثانيه علي لحتى عم يقول لي هلا بدي يكون السالير اصغر من 35000، حط هلا انفيريور ا 35000 ولا، وبعود بعمل اكزيكسيون لاتاكد انه ماشي، طلع لي اياه ماشي بهالشكل هذا. بعود برجع هلا عم بيقول لي بدي البرينو يكون يبلش بحرف شو؟ حرف ام، ساعتها بنكتب لايك كوم بنحط جيمي، وبدي بحرف ام ماجسكيول، وبقية الاحرف شو لازم يكونوا؟ لانه يعني اذا حطيت ام وحده معناتها عم بدور على الاسم اللي مؤلف من حرف واحد. انا لازم ادور على الاسماء اللي مؤلفين بلوزيور كاركتر، بحط ساعتها اتوال وبسكر الجيمي، دونك بدي يبلش بحرف ام وبقيه الاحرف شو؟ حي الله شيء، لانه الاتوال قلنا سون بلاس بلوزيور كاركتر ولا. وبعمل افيشاج طلع لي شو؟ في عندي اسمين، في عندي مارتان وفي عندي ميشيل ببلشوا بحرف ام، والسالير تبعهم اصغر من 35000 ولا. هذه نتيجه الكويري. هسه بعمل سيف لحتى اعطيه الاسم اللي هو طالبه مني، وبحط الاسم كويري نون برينو ام سالير الشيء اللي طالبه مني انا بالامتحان، بحط الاسم لحتى ياخذ العلامه. ما حطيتش الاسم معناتها في جزء من العلامه، او انه في شغله مبين عليكم انه مش عارفين كيف تنفذوها، دونك نفذوها وخذوا العلامه انتم، ليش بدنا نخليها هاي كيف ما كان ولا. طيب نيجي لهلا للكويري اللي بعده كويري نومي كويري بريم، كمان في عندنا كويري هلا عم بيقول لي بيرميتون دافيشي لي نيميرو دو سيكوريتي سوسيال لي فونكسيون اوكيبي اي لي سالير، نيميرو دو سيكوريتي الفونكسيون والسالير، وبدي اضيف عليها شون كالكولي اسمه بريم، هي هون اسم اللي حطيته بريم بيبين براس الكولون ابارتير دو شون سالير، من خلال هذا بدي استخدم هذا بريفويون اون بريم دو 40% دو سالير، دونك هيدي الفالير الموجود هو عباره عن 40% من هذا الفالير اللي هون، وهي نفس الشيء. لي ريزولت دو ريسومبلي على فيجور سويفون، يلا كيف بدنا نعمل كويري ونحط في شون كالكولي؟ اول شيء تعلمنا كيف نعمل كويري، نجي هلا على الكويري ونختار كويري ديزاين، وشو هو التابل اللي بدي اياه انا؟ هو التابل سالاريي، بعدني عم بشتغل على التابل سالاريي ولا. بدي هلا نيميرو دي سيكوريتي سوسيال، غيره شو بدي غير نيميرو دي سيكوريتي؟ الفونكسيون والسالير، يلا فونكسيون هاي الفونكسيون وهي السالير،
ولا وبعمل له اكزكيشن، طلع لي اياهم هودي اياهم موجودة عندي. هلا بيضيف بعد شون زياده هون اللي هو الشون كالكولي المطلوب مني. على طول بعمل الكويري على مرحلتين، اول مرحله بعمل افيشاج للشون اللي انا بدي اياهم يبينوا، وبعدين بزيد عليها اذا كان في كريتير بزيدهم تحت، او اذا في شون كالكولي ساعتها بيجي لهون على الشون كالكولي. كيف بدي اعمل شون كالكولي؟ بعمل هلا شيفت اف 2 حتى احصل على المود زوم، اكتب الشيء اللي بدي اياه بشكل اوضح احسن ما يصير عندي هون المسافه صغيره براس الكولون، وبكتب شو هو الاومتات لهالكولون بده يسمي له اياها بريم. كتبت بريم وراها دو بوان، لحد الدو بوان هو اللي بيعمل افيشاج على راس الكولون اومتات. طيب شو الشيء اللي بدي اعمل كالكول فيه انا؟ بدي اخذ الشون سالير واضربه ب 40%. دونك شون بحطه جوات كروشيه، ومثل ما كاتب السالير اس ماجستيل لازم تكون اس ماجستيل، والا مثل ما شفنا نحن بالكبيات اذا حطيت اس مينوسكيل بيقول له يدخل لي الفالير لانه هذا الشون مش عارفه هو شو. والاوبراتور اتوال اقول له اضربها ب 40%. 40% يعني قد ايه؟ 0.4 بوان. اتونسيون، ولا هي كل الشون كالكولي، استخدم لي هذا الشون سالير واضربه ب 0.4 ونقول له اوكي. ولا وهي الافيشاج طلعت عندي هون بهالشكل هذا، وبنقول له اكزيكيوتي ران. ولا طلع لي الشون زيادي اسمه بريم اللي انا كتبته قبل الدي بوان، والفالور اللي طلع هون هو شو هذا الدي ميل ويسون؟ هي 40% من ال 27 ميل، وال 9000 هي 40% من هودي. دونك هذا الشون اللي انا جبته هلا سيت ان شون كالكولي. ولا اعطي اسم هلا رايت كليك سيل، وبقول له هلا اعطيه الاسم اللي طالبه مني كويري بريم 40%. ولا صار عندي هذا موجود عندي يا شباب. ولا نيجي هلا على السؤال اللي بعده. فورمولي سور لا كوبي لا ريكيت كويري بوزي ا اكسس سيلون لا غري سويفون. طيب هلا السؤال هو مش نفذوا لي اياه للكويري، انه اعطيكم اياه انا هون، يعني بدكم تقولوا لي اياه نقل؟ لا، المطلوب انه نوقف الكرسير هون، او انه على الورقه مثل ما طالب منكم سور لا كوبي، وبتكتبوا لي شو بيعمل هذا الكويري، شو طالبين من الاكسس نحن؟ انه في سؤال طالبينه على الاكل للاكسس، عم نقول له نحن هلا نطلع على اللين اللي اسمها شو اللي هي افيشي، عم نقول له افيشي نيميرو ديفكتيف الامبلوي اي دي، بس حاطط له كريتير عن نيميرو الاي دي. شو الاي دي قد ايه؟ نيميرو 2. يعني انا بس بهمني هلا بهذا السؤال في عندي هلا امبلوي والاي دي تبعه 2، عم بقول له هذا الامبلوي بدك تطلع لي النيميرو دي فاكتور اللي عملها والكونتيتي تبع هيدي شو اسمه الامبلوي والبري يونيتير، وهودي جيبهم من اثنين تابل، في عندنا تابل برودوي تابل ارتيكل تابل دي فاكتور. اوكي، نيميرو دي فاكتور جيبه بالتابل دي ارتيكل، الامبلوي اي دي جيبه من التابل فاكتور، هون ببين مين عمل الفاكتور، والكونتيتي جيبه من التابل ارتيكل، والبري من التابل برودوي. ولا دونك هاو بنكتبهم بفراز، بس انه انا اللي بيهمني هلا هو الاي دي لامبلوي نيميرو 2، وبدك تعمل لي افيشاج للفاكتور والكونتيتي والبري يونيتير تبعك من خلال فراز، مش انه تطبقوا لي اياه لانه ديجا اعطيكم اياه انا، يعني بدكم تقولوا نعم بتصيروا ما بتاخذوا العلامه عليه. نيجي في عندنا بارتي هلا، هاي البارتي كيو سي ام، بعض الاسئله الفصيل ولازم الكل يعرفها هيدي اللي لها علاقه بالباز دي دوني. دونك سي كوا كيسكون اس جي بي دي؟ شو ال SGBD؟ Système de gestion de base de données. Donc c'est un ensemble de programmes qui permet la gestion et l'accès à une base de données. C'est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations. C'est un logiciel de navigation sur Internet. Yalla, je vais vous tourner le web. شو الجواب؟ الـ A ولا الـ B ولا الـ C طلع؟ الـ A معي انتو ولا فيش هذا؟
شو قلت؟ أول وحدة، أول وحدة، أول وحدة. أول وحدة سيت انصوم دو بروغرام كي بيرمي لا جيستيون اي لاكسي اون باز دي دوني. اوكي ممكن تزبط هاي. ايه والثاني طيب؟ Un ensemble structuré et organisé permettant le stockage. Ça, c'est la base de données. بينما الأول وحدة هي هاي المضبوطة الـ SGVD. Donc, c'est A. OK? طيب. نيجي للسؤال الثاني. Dans une table, chaque ligne est appelée quoi? الأسطر الموجودين بالتابل. هل هي champ? ولا enregistrement? ولا identifiant? لو راح نشوف انه نحن اسماء الكولون هي فيلد شون بينما اسماء الليني سميناها ريكورد او اورستمون دونك سي بي دونك اول وحده ا الثاني وحده بي بور ستوكي لي دوني دون زي باز دي دوني وين بنخزن الدوني نحن بالباز دي دوني بركاز بفورمولير والله انو بليزيور تابل هو الاساس هو التابل نحن بنعمل كرياسيون لتابل وبنعمل لهم ريلاسيون بيناتهم وبعدين بنعمل ستوكاج للدوني دون دي تابل دونك هي سي اول وحده ا وبي وسي سورنا الفورمولير ان فورمولير فورم ايت ان اوتي اتيليزي à l'impression des données de plusieurs enregistrements لا بليزيور انريستمون لا الفورم قلنا نحن سا كونسيرن شو ان سول انريستمون مش بليزيور يعني اكيد مش لا نيجي للبي على سيزي دي دوني دان سول انريستمون دونك فينا نحن ندخل انريستمون من خلال الفورم دونك هي راح نشوف انه البي سي على ميز اون فورم دي دوني دون لي تابل لا ما شغله مش شغله تتعمل ميز اون فورم دونك هي البي طيب. Pour ajouter ou modifier des données dans une table, l'utilisateur utilise un état, report, un formulaire, form, voilà une requête simple. Ouais, qui va nous faire ajout ou modifier des données dans une table? Michel Elcho, ajout ou modifier? Je vais vous parler de la fonction du formulaire. دونك هي الفورمولير من خلال الفورم قلنا فينا ندخل دوني فينا نعمل موديفيكاسيون مضبوط ولا لا؟ دونك بدنا ناخذ البي هون صارت بي هون صارت بي اوكي 6 لو رول دان اتا او ريبورت او سان داكسيس اي كوا دامبريمي لي انفورماسيون ستوكي دون لي تابل De créer, modifier ou supprimer des enregistrements, de stocker les champs dans un fichier. Donc, hey, éliminer. Ou hey, éliminer, vous allez le A. Hey, réponse, le mosbo. Nous allons faire un report de parler à l'école, les lignes, les modules, les tables. Vous avez défini un champ d'une personne, numéro d'une personne, pour identifier de manière unique des personnes. Ce champ devra être défini comme une clé. Où est la clé? Les clés d'accès, les clés secondaires ou la clé primaire, ou la primaire qui va nous amener au billet, table de l'assurance, ou la primaire, primaire qui. Soal numéro 8, ou 9, ou 10, soal, un fichier accès a pour type ou extension. ACC comme Access Database, DB, Autex, AutoDocX. Soit le bas du fichier Excel a pour extension au type XLSX, Access Database, AutoDoc. Ou est-ce que soit le annual word, sur type de word, donc how the lesson will call you iPhone. Donc, bien sûr, l'Access, il y a Access Database, il y a A, bien sûr, l'Excel, il y a XLSX. وبالنسبة للوورد سيتان دوك اكس اوكي هو لازم الكل يعرفوهم يعني اسئلة بسيطة وسهلة الواحد بدوش يغلط فيهم السؤال اللي الاخريني التريز والكاتورز تقريبا نفس السؤال عم بيقول لي اعمل لي كرياسيون لتابل نومي تابل
QCM access. OK. Comportant deux champs comme la figure suivante. Un champ, ça mène à question. Ou un champ, ça mène à réponse. Champ 1, question de type auto number. Ou champ tenu, réponse de type short text sous forme d'une liste de choix. Il y a une liste de choix là tenu. Ou fille a choix on il A, B, C, A ou rien. Ou rien, valeur par défaut. Donc, il y a une création à la table ou ça met table. QCM هن الريبونس عشو على الأسئلة والسؤال اللي بعده عم بيقول لي ouvrir cette table بعد ما تعمل له كرياسيون et saisir vos réponses aux questions de cette table يعني الريبونس اللي حطيت له أنا الأسئلة اللي حطيتهم هلا هون الـ QCM كيف عندي سؤال QCM هلا هون راح شوف أنا عندي سؤال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة للسبعة للعشرة في عندي عشر أسئلة طب لازم يكون هذا التابل فيه 10 ليني وكل ليني حط الريبونس تبعها دونك كيف بدي اعمل كرياسيون بدي اعمل كرياسيون هلا من خلال الكريت بنروح على الاكسس راح نسكر هودي كلوز اول بنعمل كرياسيون كريت لشو بدي اعمل تابل انا تابل ديزاين ولا اول شو شو بدي اسميه طالب مني يسميه question مظبوط هاي question وشو تيب دو دوني تبعه عم يقول لي حط لي اياه auto number وين auto number دونك auto number يعني معناتها الاكسس هو اللي بيدخله ولا بما انه هو اللي بده يدخله حتى ما يكون في عندي نفس الرقم مرتين بعمله primary key والشان الثاني response وشو بدي اعمل بالريبونس؟ بدي اعمله ليست دو شوا بختار هلا لوك اب ريزار وبختار انه انا بدي ادخل شوا مش اخذه من تابل نكست الخصب الثاني شو هن الشوا؟ عم بيقول لي يا دخل ا يا ب يا س او اخر شيء حط لي كلمه ريان ولا هودي الشوا اللي انا بدي يبينه بالليست دو شوا والمرحلة اللي بعدها أنا مسميه ريبونس بقول له ليميت تو ليست لحتى ما يقدر يدخل شيء من برات هودي الشوا إي سي فيني ولا صار هي التابل الستركتور تبعه معروفة في عندي اثنين شو واحد اسمه كيستيون والثاني شو ريبونس بنجي على الداتا شيت فيو عمل لي سوف جارد لاسم هذا التابل عم بيقول لي سمي لي اياه تي بي ال كيو سي ام اكسس اعطيت له الاسم اللي بده اياه The name exists. عم بيقول لي في عندك اسم بهالشكل هذا. Do you want to replace? قول له اعمل لي remplacement مش مشكلة. ولا صار عندي هلا شو؟ ايه تابل اسمه تابل كيو سي ام. هلا انا هذا اول شون مش لازم ادخله انا. لازم ادخل الثاني الريبونس عليه. شو الريبونس لاول واحد؟ هي الا. بس اجي على الثاني هلا بدي اختار البي. الثالث رح عملنا سي. هسا الرابع نشوف الرابع شو هو نرجع لهون على الرابع الرابع فورمولير كان اوتيليزي على سيزي هي البي الرابع هي البي نرجع لهون بنحط ساعتها البي الخامس pour ajouter modifier dans une table On utilise quoi? Un formulaire. On met le B. Khamis B. Ou c'est le show. Report. Khalian le Khamis B. Là, on a mis un wahdi wahdi. Yal. Khamis B. C'est des. Le rôle d'un état. D'imprimer les informations stockées dans les tables. Hayeha. OK. L'A. C'était A. نختار الـ A والسابع vous avez défini قلنا هي الشان الكلي بريمير يعني C السابع B الثامن بالنسبة للأكسس هي A B
بالنسبة للإكسل هي وبالنسبة للوورد هي آخر وحدة. دونك عندي سي. يلا راح نعملهم هلا. هون عندي وهون عندي وآخر سؤال العشرة هي سي بالنسبة للوورد. ولا دونك صار عندي هلا أنا هذا التابل وفي ريبونس للأسئلة 1 2 3 4 يوسكا 10. ولا رايت كليك وبعمل له سيف لحتى يكونوا يضلوا موجودين ضمن هذا التابل. دونك صار عندي هذا التابل موجود عندي هون. هسا أنا بفتحه لهذا التابل وبتطلع هل أجوبة موجودين هلا مضبوطين ولا لا على الأسئلة. أوكي ماشي الحال. ولا وهي بعد في عنا شيء اوفر ريست تابل ما عاد في عنا شيء. دونك هاي البارتي كونسيرنو لا بارتي اكسس. دونك نحن ديجا كنا عاملين بالبارتي اكسل كنا عاملين البارتي كونسيرنو لشو للاكسل فيها تابل وفيها فورميل وفيها ريفيرنس ابسولي كنت تنتبهوا لهيدي بالامتحان. ونحن هلا فينا نقول انه بالنسبة للأكسس كل الأشياء اللي شفناها بالأكسس عدنا رجعنا هلا وأكدنا عليها حتى الكل ينتبه لها. حدا عنده شي سؤال حول شي اللي شفناه هلا بالأكسس؟ إنه هلا فينا نقول نحن خلصنا الأكسس. بيضل لنا هلا حصة في عنا جمعة الجاي راح أخصص لكم حصة واحدة بس للباوربوينت واعرض لكم هلا كيف تقدروا تعملوا برزنتيشن من خلال الباوربوينت. هسه اللي تعلم كيف يستخدم الوورد وكيف يستخدم الاكسل راح نشوف انه نحن الباوربوينت شغله سهله راح تكون علينا انه بس بدي اجيب معلومات من الوورد بكون كاتبها انا او بكتبها دغري من خلال سلايد وبدي اجيب جرافيك او صوره او حي الله شغله واعمل لها حط اعملها كوبي وحطها بسلايد بالباوربوينت. وراح نخصص بعد حصه نحن للباوربوينت لحتى اذا ما حدا اذا في حدا بيناتكم مش بيعرفش يستخدم الباوربوينت على القليله بصير يعرف كيف نقدر نستخدمه بالبرزنتيشن. وهيك بنكون خلصنا بالنسبه للبروجرام المطلوب منكم للامتحان. بس راح نخصص حصه للباوربوينت بس مش راح نجيب منه اسئله بالامتحان. هيكون بس في ثلاثة بارتي، واحد للوورد، بارتي للوورد، بارتي للإكسل، وبارتي لشو؟ للأكسس. هيدي الحصة الثانية نحن راح نخصصها للشغلة وننهي الكور تبع الأنفو أبليكي. حدا عنده شي سؤال؟ ما حدا عنده سؤال؟ يلا رح ناخذ الحضور هلا. اخذنا الحضور في عندنا واحد هلا عندنا أربعة في حدا فل هيك. يلا ماشي الحال. الله نعمل رح وقف التسجيل هلا.